السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كثير منكم طالبين يعرفون تفاصيل تحديث بلاي ستيشن 4 الجديد، فخلنا نتكلم عنها هنا بشكل سريع. من أبرز الأشياء اللي تمت إضافتها هو إضافة تطبيق اسمه شير فاكتوري، هذا وش سالفته؟ أن الحين أنت مثلا لما تسجل فيديو شيء كذا تقدر أنك تسوي تعديلات أكبر من التعديلات اللي كانت موجودة في الأصل لجهاز بلاي ستيشن 4، أشياء نقدر نقولها صارت مقاربة إلى حد ما للأشياء الموجودة في جهاز الإكس بوكس 1، يعني الحين تقدر أنك تضيف إفكت على فيديوهات خلال لما تسوي مثلا كومنتري على لعبه معينه تقدر تسوي هو بيكتشر ان بيكتشر تقدر تحط موسيقى على المقاطع من عندك انت تقدر تاخذ مثلا تسوي لها امبورت من اليو اس بي الخاص فيه كذا وتحطها وفي تعديلات كثيره تقدر تسوي الحين ما كانت موجوده زمان وتخلي الاشياء تسوي لها شير اكثر متعه. كمان الحين صار في امكانيه انه لما تشتري اللعبه ان جهاز البلاي ستيشن 4 يحملها لما تكون اللعبه في حاله بري اوردر. خلينا نقول مثلا لعبه ذا ايفل وذن انت سويت لها بري اوردر، طيب؟ فاللعبه الحين مثلا بتنزل بعد بكره، خلاص فبالعاده احنا ايش كنا نسوي لما اللعبة مثلا تنزل بعد بكره خلاص تصير متوفره في الستور انت بري اوردر وقتها لسه اللعبه بتبدا تنزل على جهازك فيبغى لك تستنى لين ما تخلص الله اعلم تقعد كم ساعه حسب اتصال النت اللي عندك اللي هو تعبان فعلى ما تخلص وكذا تكون انت طفشت وحدك حال لكن الحين شلون صارت السالفه الحين بيصير انه لما يقرب موعد نزول اللعبه يمكن قبلها بيوم او شيء زي كذا راح تبدا تنزل بجهازك بحيث انه ما يجي الوقت المطلوب او الوقت المفروض ان اللعبه يعني تصير مفتوحه للجميع تكون اللعبه اوريدي موجوده في جهازك فبس يبدا انك يعني اضغط ويبدا انك تضغط يبقى انك تضغط كمان تم الغاء الحمايه اللي سوني مسوينها الحين في جهاز بلاي ستيشن 4 اللي هو على المخرج اللي ما ماي بحيث انك تقدر تسجل مقاطع اللعب وكذا هذا شيء يخلي زي غيره من الاجهزه الباقيين زي الاكس بوكس زي البي سي وكذا بحيث انك تقدر تسجل مقاطع الالعاب من خلال وصله الاتش دي ام اي شيء ثاني حلو اضافوه انك الحين لما تسوي مثلا مقطع فيديو او تاخذ مثلا الصورة ولا شيء تقدر تسوي اكسبورت على مثلا مساحه أه، التخزين اليو اس بي اللي عندك خارجيه بحيث انه انت تضغط شير مثلا تسيف يقول لك وين تبغاها تحفظها حدد انه على القرص هذا الشيء اليو اس بي الخارجي بحيث انه على طول وتروح تعدل فيها برا جهاز بلاي ستيشن 4. الشيرنج صار الحين فيه خيارات كثيره اكثر من اول منها مثلا انك انت الحين تحدد مقاطع صورة اللي تبغاها بالذات يعني ابغى المقاطع هذه بحيث انك كيف تسوي لما تختار زر ابلود؟ تقدر الحين مثلا انك تحدد اشخاص معينين في فيسبوك مثلا تروح المقاطع اللي انت سجلتها وحفظتها كمان تقدر تحدد وقت الاساسي مثلا انت تبغاه للحفظ مثلا تبغى دقيقه او دقيقتين ثلاث دقائق على حسب وكمان صرت الحين خلال الوقت تسوي فيه مثلا كومنتري تعليق على لعب معينه تقدر انك ترفع فيديوهات الصور اخيرا كمان صار نقدر نخفف الاضاءه حق جهاز البلاي ستيشن 4 يمكن بعضكم يبغون يعرفون الطريقه طريقه سهله كل عليك تسوي انك تروح للاعدادات حق الاجهزه انك تضغط على زر البلاي ستيشن خليك ضغط عليه بعدين يعني نروح ديفايسز ومن هناك تروح لليد وتحصل في يعني تقريبا ثلاثة مستويات اللي هي الأساسية واحدة وسط وواحدة خفيفة. حتى الخفيفة الإضاءة أنا أشوفها لسه لا قوية بس أرحم بكثير من أول بس ودي برضه لأنه كان نقدر نخففها أكثر من كذا لأن هذا الشيء راح يعطي بطارية عمر أطول أكيد. الحين صرت تقدر تقبل الصداقات مباشرة من قائمة الأصدقاء تقدر تشوف الأصدقاء المشتركين بينك وبين أي واحد من أخوياك ثانيين تقدر أنك تشوف أخويا خويك كذا ودك كذا يعني صار في خيارات أكثر. من ناحيه الصداقات وهذه الاشياء صار في طرق متعدده اكثر للدفع في متجر بلاي ستيشن منها باي بال اوامر اكثر لكاميرا بلاي ستيشن يعني تقدر الحين تقول اسم التطبيق لكاميرا بلاي ستيشن راح تفتح لك اياه على طول وكمان في عندنا هنا اللي هي ميوزك ليميتد صار في خيارات جديده للشير طبعا هذه ما تشتغل عندنا ما راح تفرق الا اللي يستخدم طيب في بي ان حكايه ثانيه يعطيكم الف عافيه على المتابعه ان الله يكون كفيت ووفيت وعطيتكم هذه الاشياء كلها اللي تحديث الجهاز البلاي ستيشن 4 الاخير كان معكم احب محفوظ من جيم دوس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم تعرفون الجواب اكيد راح يقولونه تحت لكن انا ما راح اقوله الا الحلقه الجايه ولا تقولونها يا غشاشين اعرف في كمان الفيديو هذا يوريك سباق حقيقي وسباق من لعبه طبعا انا مغطي ايهم الحقيقه وايهم اللعبه خليكم تكرتها الت... وشو انها جمعت لك دارك سولز مع زلدا نقدر نقول بشكل عام كذا ورسوم اللي هو زي رسومات نينتندو سوبر نينتندو والاشياء هذه كذا اللي هي 16 بت كذا وهذه الاشياء فشكل اللعبه طالع جدا جميل